بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمته وبركاته ورضوانه. نواصل الحديث عن الشخصية التي فيها سرعة إقدام وإحجام في عدة أمور. هي لا صلة بالالتباس، وقلنا احنا الشياطين يقدموا على وتر كبير هو الالتباسات، يعني كما تقول انت يضيعوا المعنى الحقيقي لللفظ ويحطوا مكانه ما هو مضاد له او مخالف له، مخالفة كبيرة. هذا من الداخل في المعاناة الشخصية اللي قلنا احنا مزدوجة، هو حقيقة مزدوجة بين ظفرين، هي شخصية كاملة لكن الصراع فيها محتدم، ولا علامة لكون الإنسان ذاك الصراع ذاك في صالحه، لأنه هو رافض كل الإيحاءات إبليسية، لأنه يحب يكون مع الله على أحسن إيحاء، لكن الخطأ فيه هو كونه يحب يكون كامل. هذا ليس بالإمكان عند البشر، نحن لسنا بملائكة ولسنا من الشياطين 100%، نحن خليط، لأنه نوازع الخير فينا، نسعى لتحقيق جزء منها، ونوازع الشر نعمل كل ما في وسعنا لنقلل من آثارها السلبية، سواء كان بالنسبة لنا أو لغيرنا، غيرنا من إنس وجن وحيوانات وعالم الخضار، يعني كما تقول أنت لي بلوت، يعني عالم النبات وعالم حتى الصخور، نعلم ماذا بينا من الذي يحب. المهم هكذا، لكن مستحيل باش هذا يتحقق. أعلى عنا روائح تؤذي البيئة، عنا صوت يؤذي البيئة، عنا تفكير يؤذي البيئة، عنا كثير من البشر، وخلقنا ربي باش تكون فينا محاسن مساوئ لكي يسهل علينا الاختيار بعد. هل اخترنا سبيل الرحمن وهل التزمنا بسبيل الشيطان؟ بعيد لابد الالتباسات ان تكون منا ملازمة لنا ولا مفر منها. الذي اقول بعد هذا الموضوع بتاع الازدواج بين الظفرين، أقول بعض أحلام لها صلة بهذه الحالة، هي أحلام إما هي عادة يغلب عليها من عمل إبليس، شو ينظر مثلا يعطي الأنثى عبر نومها، يعطيها مشاهد تعزينة، لأنه هو العالم اللي يحولها، خاصة العالم العربي، هو بالدقيقة يلصق بالتهمة بين المرأة هي تزني والرجل لا يزني، وهذا باطل باطل باطل. الزنا هو حظ شيطان فينا، زنا العين وزنا اللمس وزنا 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 الشم، هذا كله زنا، لكن عملية الزنا التي هي محرمة هي هذوكم من الصور المستقبحة، يعني تجب تكون توطئة للزنا الحقيقي. الزنا الحقيقي هو الحرام، لأنه فيه تضيع الأمانة، أمانة النسل، لأنه يعني إذا كان مش كل واحد منهم مش يدخل على عالم الزنا، ما عاد حتى ابناء يخرج من بطن أمه وهو معروف من هو أبوه، أمه معروفة، لكن يكفي الإنسان حين تدرس الناس اللي ما عندهمش أصل واضح تلقاهم يعنيهم معاناة كبيرة، وأنا تستفتي معاهم طويلة، وربي يصبرهم وربي يجيب لهم الطريقة اللي مش يخلصوا روحهم من الألم. على كل حال يوحيها، بل هي ليست صالحة إلا للزنا، لتعلم هذه المرأة أن هذا الحلم صنفه النبي عليه الصلاة والسلام في خانة تحزين من الشيطان. وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام شنو موقفنا منه، حد ما نقوموا تبدو كتاب مرات على شمالك ولا تخبروا بي أحدا، وتطلب من الله العون لكي يقيك شر هذا التلبيس هذايا وهذا اللحى باش نقعوا في جريمة الزنا، هذا بإيجاز. لكن في هذا الجانب ورحمة الله بهذه المرأة هو جانب الصعود، رمز الصعود في
في حلمها أو رؤيتها رمز يعينها على مقاومة إيذاء الشيطان لها، كما يدخل على نفسها ويطعن في شرفها ويضيق على الخناق حتى لا ترى حقيقتها. أقول لهذه المرأة تكون مستبشرة وتعلم لو كان الرؤية بتاعها لا تبلغ شأنا كبيرا في الصعود ولا ترتقي إلى مرتبة بلوغ المرام، يعني إذا ما تفهم اللي يكفيها النية، إنما العمل بالنيات. وإذا كان رأى تروح منا رأى أحلام أخرى فهي دائما إما بشرى من الرحمن وإلا تحزين الشيطان أو ما يحدث المرء به نفسه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.